ما بيتكلم على إنجازاته. لا إحنا معارضة وطنية، واللي يقرر إحنا معارضة وطنية أو غير وطنية هو الشعب المصري. لكن المشكلة إن الرئيس لا يعترف بأن المعارضة جزء أساسي من النظام، والمعارضة لو لم تكن المعارضة جزء أساسي من النظام فبالتالي لا يكون هناك أي نظام ديمقراطي. لا لا مفيش حوار طبعا. الدعوة للحوار لا تكن بهذه الكيفية وهذا الأسلوب. وإحنا لم نضع شروطا مسبقة للحوار، ولكن وضعنا ضمانات لجديد الحوار، وحاولنا كثيرا أن نصل إلى حوار وطني ينتهي بنا إلى مصالحة سياسية شاملة. والرئيس يعلم ذلك. يعني ضمانات جديدة الحوار كانت مطلبين. المطلب الأول هو تكليف رئيس حكومة قوي قادر على قيادة البلاد في هذه المرحلة الحاسمة. المطلب الثاني كان تنفيذ حكم المحكمة الخاص بعدم صلاحية أو بعدم صحة تعيين النائب العام. ثم بعد ذلك طلبنا نحن ندخل في حوار وطني بأجندة حوار معلنة، وكان بالفعل هذا كان خروج كبير جدا للأزمة في وقتها. الوقت ده الكلام ده كان من حوالي 3 شهور، وحاولنا بجدية جميعا، يعني لا استثني احدا ممن يتهمهم البعض بانهم يسعون الى او يسمونهم انهم يعني طلاب صراع او بيسعوا الى صراع من اجل مناصب او شيء من هذا القبيل، لكن لم يستجب. وقطعنا اشواط كبيره وجلسنا جلسات طويله جدا، وكان هناك تبدو الموافقه ويبدو ارتياح من جانب الحريه والعداله، ثم نفاجئ بلا شيء لان لا شيء. دلوقتي متاخر. طب يتزامن مع دعوه رئيس الحوار مبادره حاليا من بعض الاحزاب الاسلاميه ومنها الحريه والعداله تشكيل لجنه للدستور حكومه ائتلافيه وطنيه في هذه الاثناء، كيف تقيم؟ عايز اقول حاجه بقى، لا تملك جبهه الانقاذ، ولا يملك اي رئيس حزب سياسي ان يوقف حركه الشعب. احنا النهارده فات الاول. يعني عايز اقول لكم اي رئيس حزب او اي جبهه انقاذ او اي جبهه تدعي انها قادره على ايقاف يوم 30/6 يبقى كلام غير صحيح. اصرروا ان هو القائد الاعلى للقوات المسلحه. هو القائد الاعلى للقوات المسلحه. ايوه بس ذكرها اكثر من مره وكان في. هل ده كان خوف يا دكتور؟ لا اعتقد انا استاذ خالد اتفضل يا حبيبي، اعتقد ان ده تلويح بان هناك قانون محاكمات العسكريه لمن يطول على لا لمن يكون، يعني اذا كان هناك احد اطراف خلاف طرف عسكري فيحاكم الطرف المدني امام محكمه العسكريه، فبيلوح انه طرف عسكري، يعني اي جريمه ترتكب حقه جريمه سب او قصف تعتبر جريمه سب او قصف في حق شخص عسكري. تبريره فن من بعض الازمات ومنها ازمه البنزين، كيف وجدت تبريره؟ لا تبرير لا يرتقي اطلاقا الى مستوى حتى وكيل وزاره الدفاع. شكرا. اخر حاجه يا دكتور معلش، دلوقتي زي ما